شو احلى شيء برمضان؟ نحن هون عندنا بلاد ايه تحسي التعاون يعني كل شيء فيه بهجه بالشوارع بالمحلات يعني بتحسي كثير حلو رمضان عندنا خاصه مثلا بالصليبه بالزراعه ما بيناموا للصبح يعني عندنا اجواء رائعه يعني هذا الشيء اللي بخلي يا ريت كل الدول هيك يصير مثلنا بعدين هلا هلا طوب هيك صار في عندنا شيء جديد لما بتتجدد شيء هيك بتجدد الحياه قدام الانسان الحمد لله رب العالمين هلا اكيد القعده مع العيله كثير بتطلع حلوه الناس الاهل تجتمعي معهم تفطري معهم تطمني عليهم بتشاركيهم اللقمه اكيد شيء حلو لمه حلوه اكيد ما في احلى من اللمه خاصة جمعة الأهل وهيك كتير حلوة لمة كويسة كتير شهر رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع كتير جميلة جدا وبتزيد المحبة وبتزيد التعامل مع بعض أكيد أكيد حتى رمضان بلا حتى رمضان بلا هالجمعات يعني مثل ما له طعمك فينك تقولي والحمد لله حبي ويحل الوضع ان شاء الله من حسن لاحسن باذن الله انا عندي اربع شباب هذول كل يوم بفطروا عندي هي الكيني كل يوم بدنا عشرة مثلا إلى آخره بس لمي حلوة كتير وعم نقول لهم كل واحد يروح على بيته لا قال بدهم يفطروا عند أمهم وأبوهم أيوة والله والحمد لله رب العالمين لا الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير وبالصحة وتضل إن شاء الله سوريا بخير أكيد مهمة أكيد لما تجتمع الأهل الكل وهيك رمضان كريم يعني علينا وعليكم يا رب مهمة يعني لأنه نحن بعدنا شوي عن الأمور الاجتماعية العلاقة الاجتماعية صارت صفر لذلك هيدا شوي إلى حد ما برجع شوي من الواقع ولم الأهل الحمد لله رب العالمين رمضان ما في أحلى منه هو ميزته اللمة الحلوة والمحبة والأهل عرفتي كيف؟